يو جايز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حسنت بعد ما تمرتوا عليا في انستغرام. انا حيد لكم مزيد هذا الشعر هذا. باي ذا واي، لازم تتبعني في انستغرام، يدخل دابا يتبعني في انستغرام. المهم اليوم في هذا الفيديو هذه علاش غادي ندويو، غادي ندويو على واحد الموضوع اللي سولتوني عليه بزاف في انستغرام وفي لي كومونتير يوتيوب، هو ديال لي بوت ديال التريدينغ، اولا البوتات البوتات لي روبو تريدينغ في هادشي ديال الكريبتو موني. انا صراحه ما كنتش عارف هذا البلان، من بعد شي دراري عطاوني السميه ديالهم وديال السيت اللي كيديروا هادشي، ومنيت بغيت نبارطاجي معكم هادشي اللي غادي نشوفوا اليوم، وانتم تبارطاجيو معايا الفيدباك ديالكم. تقدر تكونوا خدامين تنمو هذا البلان هذا، شاركوا معنا عفاكم زعما التجربه ديالكم في لي كومونتير والنتيجه ديال داكشي اللي درتو ومع من درتوه. اوكي دونك اليوم غادي نشوفوا هذا البلان هذا كامل في بيت بيتس جاب، هو اللي ريكومونداو ليا الدراري بزاف و تيخدموا به حاليا جوج كما تنقول لك غادي مزيان، مي هادشي تيخصو الوقت بزاف. انا حاليا واحد الروبو كنتيستي عندي في سميتو في الفوركس، راه دابا 8 شهور هو خدام ليا، حتى من بعد غادي ندير لكم فيديو عليه ان شاء الله. لان ما تثقش في الروبو في 3 شهور ولا في الشهرين الاولى، لان من بعد تيبانوا بزاف ديال الكوارث. اوكي دونك نتوما ردوا عليا الا كنتو كتعرفوا هاد بيت سكاب هذا وشنو التجربه ديالكم منه. كيف العاده ما تنساوش اللي باغي يشري في شي منصه موثوقه كنصحكم باي بيت، حاليا راه المارشي طايح، هذه الفرصه بالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوش وما عندهمش حساب في هادشي ديال الكريبتو موني، يدخلوا دابا يتقيدوا في اليان اللي تحت، عندهم ان بونيس ديال 10 دولار وعندهم ان بونيس اخر الى تقيدوا وداروا ديبوزيت ديال 30 دولار. اوكي دونك استافدوا من هذا العرض هذا حاليا وحاولوا تسيروا هذه الوقيته، لان دابا هادو هما لي سولد. باي ذا واي الحوايج انا اللي كيبانوا لي شخصيا ممكن نشريهم دابا حاليا، عندك هو سولانا، عندك الاف تي ام، اف تي ام ولا الاف تي ام فونتوم، وعندك لو جي ال دي، وعندك سميتو المانا والساند بوكس. هادو انا شخصيا هما اللي كنفكر نزيد فيهم دابا حاليا. بطبيعه الحال عزوا كاع لي بوزيسيون ديالكم في توسكي بيتكوين وايثيريوم، حتى هما راه مهمين لانهم طاحوا بزاف. دونك السيت هو هذا bitsgap.com، كيدير لوتوماتيزاسيون ديال التريدينغ في لي بلاتفورم ديال التريدينغ المعروفين بحال باينانس، باي بيت، بزاف ديال الوحدين دابا غنشوفوهم مجموعه ان شاء الله. دونك ممكن تقيدوا سميتو الا كنتو جداد ديروا ساين اب، كنتو ديجا مقيدين غديروا لوغين، دونك هادشي راه باين. المهم انا ديجا اكتشفت السيت وشفت البلانات اللي فيه. اوكي دونك نتوما عاوتاني نخلي لكم ديسكوفيري مع راسكم كيفاش داير. صراحه السيت انتويتيف ساهل، هادو هما لي بلاتفورم لي دايرين معاهم بارتنرشيب، يعني ممكن تلينكي معاهم الروبو مع هذاكشي. انا تشوف كاينه باي بي اللي كنتعاملوا معاها دائما، كاينه كيو كوين معروفه، باينانس، كراكن، جيت ايو، انا كنقول لكم المعروفين، بيتريكس، كوين بيز، دونك الكبار غتلقاهم كاينين. اوكي اوكي دونك غادي نمشيو نتكونيكتاو. دونك اون فوا كتكونيكتا كتدخل كتلقى هاد الصفحه هادي نيشان. اوكي غتمشي هنايا، كاين هاد البلاصات هما اللي غادي تقدر تتعامل فيهم بزاف، كاين كوميرس. اوكي هنا بحال اكسشانج ممكن تشري العملات نيشان. اوكي ولا تعمر الكونت ديالك الوالد ديالك. كاينين هنايا لي روبو، كاين هاد اس بوت، كلاسيك بوت، كومبو بوت، سكالبر بوت، هادشي كامل غادي نشوفو. اوكي وكاين الوالد ديالك، البورتفي تيبين لك شحال فيه، شحال مشارجي فيه، داكشي كامل. وكاين هنايا ميزيشونج. اوكي دونك فرضو مثلا نتوما انتريسين بهادشي وباغيين تكونيكتاو شي والد ديالكم مثلا في باي بيت ولا في باينانس ولا في المكان، غدير اد نيو اكسشانج. اوكي كتختار اللي بغيتي، مثلا حنايا عندنا باي بيت، غنديرو باي بيت. اوكي وغدير الكلي ا بي اي ديالك وهنايا الكلي سيكريت. دونك اللي ما غاديش يعرف كيفاش غتبرك على كومونسي كونيكتي، وغادي يعطيك الطريقه كيفاش دير تكونيكتا خطوه بخطوه. اوكي دونك فريمون داكشي ساهل الدراري اللي ما بغيتوش، بسكرين شوت بكلشي. اوكي هاي ا بي اي كلشي باش يعطيك تكونيكتا. المهم هادشي باش تعرفوا كيفاش ديروا تكونيكتا ان شاء الله. اوكي على لي زوين سي كو ممكن عندنا ان كونت ديمو. اوكي بغيتي تكونيكتي الكونت ديمو ديالك كتجي لهنايا، دونك هنايا سو ترجعوا للغيال سو كترجع للديمو. حنا غادي نديرو الديمو باش نتيستيو دوك لي بوت ديالهم اللي كاينين هنايا ونوريكم كيفاش تيخدموا. اوكي دونك هنايا تيقول لك ديماري ان نوفو بوت، سواء الاس بوت سواء كلاسيك بوت، نتوما ديك الساعه تختاروا خصكم تيستيو. دابا في البلان في هادشي كامل هو تيخصك تيستي اللي غادي ينجح لك واللي غادي يعجبك بزاف واللي غادي يعطيك نتائج احسن. اوكي حنا غنشوفوا هاد الاس بوت هذا بالجريد، انا غنفصل لكم هادشي كامل. دونك هنايا كتشوف في هاد الرانج هنايا اش كيدير. هنايا الخطوط الخضراء هادي تيبقى يشري فيهم، وهنايا الخطوط الحمراء تيبقى يبيع فيهم. اوكي دونك تيبقى يحل بزاف ديال لي بوزيسيون و تيسدهم في الربح ولا في الخساره. دونك حنا شنو غادي نديرو، غادي نحاولو نديرو شي استراتيجي اولا شي بوت ديالنا اللي غادي نخدموه باش نشوفو النتيجه ديالو. اوكي دونك اول حاجه المهم لي شونج غنخليوه هنايا هكا كيف ما هو.
انا غنشوفو البير اللي بغينا. دونك غادي نحاول مثلا نشوفو شي بير اللي هو اللي كتعجبكم كاملين. انا نشوف مثلا سولانا. اوكي سولانا سول غنشوفها مع اليو اس دي تي. اين انت؟ هاي. اوكي فوالا. اوكي دونك غادي نحاول نشوفو مثلا نديرو كابيتال اللي مثلا اللي معقول 1000 يو اس دي تي. اوكي انا غنفسر لكم هذا البلان. هذا هنايا دابا شي قلنا هذا الانفستيسمون اي ترو فابل. ها شحال خاصك؟ لان على حساب الجريد. دونك هاد الجريد هذا جريد ليفل كاين 135. هو الفرق ما بين هاد كل خط هنايا. دونك غادي نحاولوا نقصوا منه. غادي نديروا 50. اوكي دونك سا باس. اوكي دونك 50. انتم شفتوا كيفاش كتوسع هنايا؟ ما كيبقاش داكشي مزير بزاف، يعني ما غاديش يحل بزاف ديال لي تريد، وصراحه كتنقص عليك لو ريسك هكا. اوكي هنايا عندك الغومونطون هادي تبقى شنو كيدير؟ تبقى منين مثلا المارشي تيطلع كيعاود يزيد يتبع لي جريد هو يزيد يطلعو، ما تبقاش واحد غير هنايا. عاوتاني الى هبط كدير التريلين داون. اوكي دونك هادشي اللي كاين. ممكن تاكتيفيه او تخليه ديزاكتيفي اللي بغيتي. هنايا تيك بروفيت. اوكي وهنايا ستوب لوس ديالك، كدير ستوب لوس فين باغي تخرج بالخساره. اوكي راه غادي ديزاكتيفي كلشي. دونك غادي نديرو باك تيست وغنشوفو واش هادشي غادي يصدق لنا. دونك هنايا كيدير لك بلاج دو دات، يعني شحال باش تيستها. دارها في شهر، يعني من 12 من 26 في شهر 12 حتى 25 في شهر 1. دونك دار تقريبا 6% ديال الارباح. يعني مثلا حطيتي 1000 دولار غادي تلقى عندك 60 دولار ديال الربح. كاينه هادو هما لي بوزيسيون كاملين اللي حل. اوكي دونك غادي نشوفو شحال حل وحده. تقريبا حل 673 بوزيسيون اللي تحلات وتسدات وبقات محلوله حاليا 50 وحده. هادو اللي كتشوف هنايا هما اللي كتشوف السهم بالاحمر يعني راه باع، ملي كتشوف السهم بالاخضر يعني راه شرا. اوكي دونك هذه هي. ممكن تبقاو تلعبوا هنايا حتى تشوف احسن سيناريو. مثلا نحاول نزيد مثلا في جريد ليفل، غادي يقول لي خصني نزيد هنايا. مثلا غنديروا 10000 يو اس دي تي. اوكي غادي نحاول نزيد ندير 180 هنايا، نحاول نكثر ونشوف. نبقى مثلا نزيد هذا، ندير مثلا غومونطون وهذا نكثر. اوكي وندير دابا باك تيست. واش غادي تزاد ولا لا؟ كانت هو تزاد، زاد البروفي. اوكي هنايا قد نسجلوا، كل ما كتطلع الجريد كل ما غتربح اكثر، لان كيتحلوا لي بوزيسيون اكثر. ولا درتي داك التريلين وداك الغومونطون حتى هو اكتيفيتي، حتى هو اكتيفيتي غادي تربح اكثر. دونك حل هنايا 16180 بوزيسيون في شهر، شي حاجه خياليه. واللي مازالين محلو تسدوا هادو، واللي مازالين محلولين حاليا هما 180. دونك فوالا هنا كتشوف الارباح اللي تسدو، الخسائر حتى هما. دونك هنا كنظنش كيتسدو بالخسائر، هادشي كاين غير بالخضر. دونك كيسد دايما بالخضر واقيلا بالربح زعما. دونك نتوما تشوفوا ديك الساعه دابا البير اللي بغيتو تلعبوا فيها. ممكن تلقى شي بير اللي تكون فولاتيل اكثر. مثلا ما عرفتش انا، نشوفوا البي تي سي فوالا يو اس دي تي. المهم غنخليو حنايا داكشي اللي عطاونا، نديرو باك تيست ونشوفو. هذا عطاتنا في البيتكوين، عطاتنا غير 3% لمدة شهر. اوكي دونك هادي بالنسبة اللي بغيتي انت تكريي استراتيجي ديالك تبقى تيستيها. وممكن تلونسي مثلا سميتو تلونسي البوزيسيون ديالك. كتجي كدير هنايا بريفيو، ديزولي زربت عليكم، كدير بريفيو هنايا. مثلا بغينا هادي، ولا تنزيد في الجريد. اوكي وغندير بريفيو وغندير كونفيرمي وي فوندر. اوكي صافي، ها هو كتحل لك بوزيسيون هنايا والبوت تيبقى خدام. اوكي دونك ممكن من مثلا من هنا لشهر او لا 15 يوم ترجع تشوف سميتو فين وصل. دونك ماشي شي حاجه كومبليكي صراحه، سهل بزاف. هنا تيخليك كيسهل لك الخدمه صراحه. وديك الساعه ممكن تحبسو، ممكن تشوف الستاتيستيك ديالو، دير اللي بغيتي، بغيتي دير شي واحد اخر. اوكي دونك حنايا هذه باش نوريكم كيفاش ديروا البلان. دابا كاين واحد البلان اخر، هو كتلقى هنايا في هذا القنت هذا كتلقى استراتيجيز. بزاف ديال الاستراتيجي كاينه 556 وحده ديال الناس اللي داروا ديجا الباك تيست وتيحطوا لي استراتيجي ديالهم. دونك كاين بزاف ديال العملات، نحاولوا حنا نمشيو العملات اللي كنعرفوهم اولا اي وحده بغيتي تيستيها. اوكي دونك غنحاول مثلا نشوفوا هادو اللي واعرين دايرين بورسنتاج كبير. مثلا هاد 6 بي تي سي، دونك راه هنا اختارينا 6 يعني غدير مثلا الموطور ديال الانفستيسمون هو على تقريبا 2000 يو اس دي. دونك غدير باك تيست غادي تشوف شحال غادي تعطيك. دونك 13% على وديت على 30 على 30 يوم، يعني شهر تقريبا. دونك الا عجبتك مثلا وكنتي ملينكي الفلوس ديالك كدير بريفيو
وكدير كونفيرمي، كتختار هادشي كامل كتعمرو وكدير كونفيرمي وي اشتي. انا هاد اللون اللي عاد خرج دابا فيت في، ممكن ترجعوا الفيديو سميتو تحبسوه وتشوفوا. شي مرات اذا كنت انت ما شاريش مثلا هذيك العمله اللي باغي، كيمشي هو يسريها لك من الواليت ديالك، يعني بلا ما تمشي تعاد تسريها، وهو كيمشي يتكلف كل شيء. دونك فوالا، وكتبقى تيستي كتيستي هادشي، تشوف الروبو ديك الساعه اللي غادي يخدم لك مزيان تيستي. المهم الدراري ديما بداو بالديمو، تيستيو بزاف ديال الوقت عاد دوزو لغير عفاكم. اوكي، انا غير تنوريكم ديك الساعات كل واحد يتحمل مسؤوليته. دونك هذا هو البلان. الوغ هادشي كنظن ملي تقيت المره الاولى كانوا عطاوني هذاك العرض، كاين بزاف كاين العروض خصكم تكونوا عارفينهم، كانوا عطاوني هذاك البرو فابور لمده 30 يوم باش نتيستي. اوكي، دونك غادي نحاول نمشيو للسيت ديال بيتسكا، غادي نشوفوا البرايسينغ ديالو. دونك عندك ثلاثه ديال البلانات، عندك بيزيك، عندك فيه ممكن تاكتيفي جوج ديال تريدين بوتس، وعندك هاد الادفانسد كداك خمسه وهادشي اللي زايد معاه، وعندك هاد البرو 149 دولار. اوكي، دونك هادشي بالنسبه لوان مانث، بزيد 6 مانث ممكن تسيفي قال لك 90% هنايا. انا كما كنصيحه الصراحه، بداو بعدا في الاول كيعطيوكم هاد الشهر هذا زعما فابور تيستيو به، ديك الساعه حتى الا عجبكم الحال بداو غير بالبيزيك، زيد تيستي به فهمتيني، ما تمشيش دير هادشي كامل، وخليك غير في الديمو، عمرك تحط فلوسك في الاول، خليك غير في الديمو تيستي عاد دوز الغيال. اوكي، هادشي اللي كاين. كاين واحد الحاجه بغيت ناكد عليكم، لا بغيتو فريمون تيستيو هاد البلان ديال الديمو، ضروري ما ديروا هاد اللعيبه هادي تاكتيفيوها. اوكي، ملي كتكون الغيال ما يمكنلكش ديرو، دونك ضروري ما تاكتيفي الديمو ديالك. كيف ما قلت لكم راه كاين شي اوفر وقيله، انا كنت باش تعرف واش عندك شي اوفر ولا لا كتمشي لهنايا. اوكي، هاي كدير هاي بلان برو، هاي كتكون عندك برو هنايا، ممكن اكستانديها الا بغيتي. دونك هادشي اللي كاين، ممكن دابا تيستيو فابور وغير في الديمو ما تخلصو حتى شي حاجه. اذا كان عجبكم بعد نوع الفيديوهات صراحه انا كيسهلوا عليا، بحال اللايف كنطلق اللوجيسيال وكنبدا نفسر لكم البلان، كتسهل عليا المونتاج وداكشي كامل من غير الفيديوهات بيان سور اللي خاصني نهضر فيها ونبان فيها ونصح داكشي احسن. المهم نتمنى تكون هذا الفيديو عجبتكم، اللي كيعجبكم هذا السيد الفيديو خليه لي في لي كومونتير، واللي عنده شي معلومه على البيت سكاب هذوك تيستاه وداز بيه الغيال يخلي لنا عفاك في لي كومونتير، لان سي انتريسون باش مثلا اوتوماتيزي التريدينغ ديالك في الكريبتو، سورتو كو الفلوس انا بغيت نكبر هذا البلان هذا، الفلوس ديالك مثلا في الواليت ومحطوطه علاش ما تخدمش عليك؟ فهمتي هادشي اللي عجبني انايا. يعني هي محطوطه اللهم تقد تخدم بها، ما تبقاش غير كاينه، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك هادشي اللي كاين، نشوفو فيديو جاي ان شاء الله، ما تنساش تكومونتي وتلايكي وداكشي كامل، تبعني في انستغرام، نشوفو فيديو جاي ان شاء الله الجاي ان شاء الله. باي ذا واي راه غادي نعلن على الناس اللي ربحوا في مسابقه ديال بايبيت في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تشاو.